بشار عندما نتحدث عنه يقولون أنكم تظلموه لأنه اللاعب المحوري في الفريق العراقي. أنا أعتقد بشار لم يضف أي شيء للمنتخب خلال هذه المشاركات كلها، لا في تصفيات كأس العالم ولا في كأس العرب. وأنا أعتقد احتلال، هو ماخذ موقع احتلال، موقع لا يستحقه. الرجل لم يقدم شيئا في تصفيات كأس العالم، كان يفترض يبعد حال اللاعبين الآخرين. إحنا للأسف هذا موضوع الثواب والعقاب غير موجود، يكافئون اللاعب السلبي، اللاعب اللي يؤذي الفريق يدمر الفريق. والمشكلة ولا كأنما ضيع الفرصة بشكل طبيعي، أنت انفردت يلعبها بطريقة ولا تدل على خبرة ولا تدل على احترافية. هو لاعب في دور الإيراني قوي، والآن في دوري قطر، ودوري قطر دور جيد. ما يتفق وياك الكابتن عليهم؟ لماذا؟ يقول أطالب بإبعاد بشار وهو محتل هذا المركز. شوف، وجهة نظري ببعض اللاعبين حقيقة واضحة جدا. أنت تتكلم عن لاعب كل مباريات المنتخب هو أساسي منذ سنوات. كم هدف عنده؟ هدفين؟ له هدف؟ والله يضحك دكتور. إلا هو هذا اللي يتكلم عنه. موجودة يعني. إحصاءات موجودة خلال سنوات. بهذه كم هدف عدة معناها خط الهجوم والوسط كله أبعد من المنتخب. إيه طبعًا. وهو المحور الأساسي، يعني مد اللاعبين المهاجمين بالكرات من خلاله. كم كرة صنع؟ كم كرة سجل؟ كم كرة خطرة؟